السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهارده إن شاء الله هنكمل حل امتحانات المحافظات من ملحق كتاب المعاصر ترم تاني 2024. هنحل ثلاث محافظات، القليوبية، الشرقية والمنوفية، صفحات من 59 إلى 66. Let's get started. هنبدأ بقليوبية جوفرنريت محافظة القليوبية بيج 59 صفحة 59. أول سؤال في الامتحان بيبقى listening استماع، listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. My friend Nada is blind. She likes music so much. She plays the violin. I am proud of Nada. She is a very clever girl. أول سؤال طبقا اللي سمعناه، Nada is إيه؟ Nada كفيفة أو يعني عمياء، يبقى blind. ندى likes، ندى بتحب الميوزيك الموسيقى. ندى plays، ندى بتعزف قالت إيه؟ the violin الكمان. I am of ندى، أنا فخورة بندى، I am proud of ندى. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. يونس is talking with a tourist who is visiting Egypt. يونس بيتحدث مع سائح يزور مصر، فبيقول له welcome to Egypt، مرحبا بك في مصر. Where are you from، من أين أنت؟ رد عليه، سأل سؤال، فقال له I'll stay for a month، أنا هقيم لمدة شهر. I am sure you will enjoy your stay in Egypt، يعني أنا متأكد أن أنت هتستمتع بإقامتك في مصر. سأل سؤال كمان فقال له you can visit Luxor and Aswan، ممكن تزور الأقصر وأسوان. How can I go there، أروح إزاي هناك؟ thank you for your help، شكرا على مساعدتك. طب مفيش اي كلام عن جنسية السائح دوت، فهو بيقول له where are you from، من اين انت، ممكن نكتب اي مكان جاي منه، اي دولة يعني. فنقول مثلا من امريكا مثلا، يقول I am from America. where are you from، انت منين، يقول I am، او اي دولة مفيش مشكلة عشان مش محددين حاجة هنا. I am from America، انا من ايه، امريكا، انا من امريكا. طب سأله سؤال كمان فقال له I will stay for a month، أنا هقيم أو هقعد هنا في مصر يعني لمدة شهر. طب الوقت فور ومدة زمنية، يبقى هو سأله عن إيه طول المدة، كم طول المدة، اسمها إيه، how long. يبقى يقول له how long، عايزة بعد أداة الاستفهام فعل مساعد فهستخدم will. how long will I تتحول you، how long will you stay in Egypt، هتقعد قد ايه في مصر. فقال له هقعد ايه، شهر، لمدة شهر. يونس قال له I am sure، انا متأكد you will enjoy your stay in Egypt، ان انت هتستمتع باجازتك في مصر او اقامتك في مصر. سأله سؤال السائح فقال له you can visit Luxor and Aswan، ممكن تزور الاقصر واسوان. يبقى السائح قال له ايه الاماكن اللي انا استطيع ان انا ازورها هنا، what places، what places، ما الاماكن، can I visit، التي يمكنني زيارتها here، هنا ممكن ازور هنا ايه، قال له الاقصر واسوان. how can I go there، كيف يمكنني الذهاب الى هناك، طبعا ممكن نروح الاقصر واسوان بالايه، بالترين، بالقطار. يبقى you can go، يمكنك الذهاب there، الى هناك by train، ممكن تروح هناك عن طريق القطار. فالسائح شكر بقى يونس، قال له thank you for your help، شكرا على مساعدتك. لما حد يقولك thank you، شكرا، ترد عليه تقول له العفو، اللي هي ايه بقى، على الرحب والسعة، اللي هي you are welcome. you are welcome، يعني العفو. بيج 60 صفحة رقم 60. read the following، اقرأ التالي، زي answer the questions، واجب عن الاسئلة. In our school project next week، في مشروع مدرستنا الأسبوع القادم، we will be looking at healthy food، سوف نتناول موضوع الغذاء الصحي. I have already started to research information about something called superfood، يعني أنا بالفعل بدأت في البحث عن معلومات حول شيء يسمى بالسوبرفود، اللي هو الطعام الفائق أو الأطعمة الفائقة. It can stop، الأطعمة الفائقة دي ممكن توقف you from getting old and make you more intelligent، يعني بنقول الأطعمة الفائقة دي يمكن أن تمنعك من التقدم في السن، ما تخليكش تعجز بسرعة يعني، وتجعلك أكثر ذكاء.
It is also believed that if you eat superfood, كمان بيعتقد ان انت لو تناولت الاطعمة فائقة الجودة دي it can protect you, ممكن تحميك from serious illness, من يعني ممكن تحميك من امراض خطيرة such as مثل heart diseases, زي امراض الايه القلب. However, مع ذلك some scientists, بعض العلماء say, بيقولوا that some of this information isn't true, يعني العلماء بعض العلماء بيقولوا ان بعض هذه المعلومات غير صحيحة. People who want to be healthy, الناس اللي عايزة تبقى بصحة جيدة, should eat all types of food, يعني ينبغي عليها انها تاكل كل انواع الطعام, especially خاصة the fresh ones, خاصة الاطعمة الطازجة. People shouldn't rely on superfood to stay healthy, يعني بيقول لك لا ينبغي للناس ان يعتمدوا على الاطعمة الفائقة للبقاء بصحة جيدة. Should they, أليس كذلك؟ If you eat superfood, لو انت اكلت الطعام الفائق دوت, it can make you more, ممكن يجعلك اكثر ذكاء, more intelligent, اكثر ذكاء. The synonym, المرادف of true, مرادف كلمة صحيح او حقيقي, is a, كلمة بردك right, صحيح, true بتساوي right. طب the word, كلمة is the antonym, هي عكس او opposite, برضو عكس, antonym و opposite يعني عكس. Of the word old, عكس كلمة قديم, هنا بقى عكس كلمة بقى كبير السن, هتبقى ايه صغير السن اللي هي young, عكس كلمة كبير صغير. What diseases, الامراض, كان superfood للطعام الفائق stop, بيوقفها you from getting, يعني ممكن يوقف ان انت تصاب بيها, ما يخليكش تصاب بيها. طيب في السطر كده عندنا الرابع بيقول لك ان هو ممكن يحمينا من بعض الامراض الخطيرة زي امراض القلب, يبقى نقول it can protect, الطعام دوت الفائق ده ممكن يحمينا, it can protect you, ممكن يحميك from serious illness, من مرض خطير زي امراض القلب, يعني such as heart diseases. طيب هنا بيقولك what should healthy people have, ينبغي على الناس اللي صحتها كويسة تعمل ايه. في اخر سطر قالك الناس ينبغي ان هي يعني تتناول كل انواع الاطعمة. طيب هنا هنقول they should eat all types, نكمل هنا of, يعني ينبغي ان هم ياكلوا all types of food, كل انواع الطعام, especially خاصة the fresh ones, الأطعمة الإيه الطازجة. هتلاقوا الكلام دوت موجود في السطر اللي قبل الأخير من الفقرة. They should eat all types of food, especially the fresh ones. طيب what has the writer start to research information about, هو الكاتب بدأ يبحث في معلومات عن إيه, يعني عن موضوع السوبر فود, الطعام اللي هو إيه الطعام الفائق. يبقى نقول دي إجابة بقى نمبر 6, something called, قاعد يجمع معلومات عن شيء بيسمى سوبر فود, الطعام الفائق. يبقى دي إجابة الأزرق فوق دي السؤال الرابع, والأحمر الخامس, وهنا الأزرق بردك الإيه السادس, something called سوبر فود, شيء بيسمى الطعام الفائق. Choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. There is a, يوجد a on this phone, في التليفون ده, which tells me, بيخبرني the weather in my city, بحالة الطقس في مدينتي. طيب هنا عندي ايه على التليفون بيعرفني حالة الجو ايه, يبقى عندي تطبيق, وتطبيق يعني an application, اللي هي an app, اختصار application تطبيق app. عندي an app, في تطبيق على تليفوني بيعرفني حالة الجو. سوشيال ميديا, وسائل التواصل الاجتماعي, is very useful, مفيدة جدا, but it has to, لكن ليها برضك مخاطر, dangerous. When you go to bed, لما تذهب للفراش, you turn your phone off, يعني ينبغي عليك ان انت تغلق تليفونك, يبقى انا بنصحك كده, يبقى you should, ينبغي ان.
My cousin ابن عمي is she uses sign language. بنت عمي مالها بتستخدم لغة الإشارة. يبقى بنت عمي صماء deaf. Try to have a diet to keep you healthy. حاول ان انت تحصل على نظام غذائي متوازن عشان تبقى بصحة جيدة. متوازن، نظام غذائي متوازن اسمه ايه؟ اسمه balanced diet. My grandmother جدتي سبندس بتقضي time cooking in the kitchen. بتقضي، عايزة بقى اقول ايه، وقت طويل في الطهي في المطبخ. طب الوحيدة اللي هتنفع هنا a lot of time، وقت طويل. طبعا a few بتيجي مع ايه، مع الحاجات اللي بتتعد، والوقت هنا time لا يعد. lots لازم lots of، وmany بردك مع الحاجات ايه كتير، بس مع الايه، مع الحاجات بردك اللي بتتعد. يعني دول مع الحاجات اللي بتتعد مش هينفعوا، ولوتس ناقصها اوف، ما فيش الا لوت اوف. بتقضي الكثير من الوقت في الطبخ في المطبخ. بيج 61 صفحة 61، مكملين في سؤال اختيارات. The soup is cold، الشوربة باردة. Shall we eat، يعني هو احنا ممكن نسخنها. يسخن يعني heat. دوريان فروتس، فاكهة الدوريان. Are very healthy، صحية جدا. And delicious، وطعمها لذيذ. And هنقول بقى ايه، taste delicious. هامر، الشاكوش is one of the carpenters، واحد من أدوات النجار. carpenters tools أدوات. do you know، هل تعرف to use this computer، هل تعرف كيف تستخدم هذا الكمبيوتر. اسمها بقى know how to، يعرف كيف أن. يبقى هنا عندنا عايزين how. okay. بعد كده عندنا سؤال correct، سؤال التصحيح. These glasses، النظارة ديت don't fit me، مش مناسبالي. I want the red، أريد الواحدة الحمراء. طب النظارة بتتكون من جزئين اللي هو عدستين يعني، فبتعامل معاملة الجمع. فلما أجي أقول بقى أنا عايز يعني النظارة اللي هي لونها أحمر، يبقى أقول ones عشان هي بتعامل معاملة الجمع. أوكي؟ طيب بعد كده I and my brothers، أنا وإخواتي are going to watching الأهلي final match، سوف نذهب لمشاهدة مباراة الأهلي النهائية. at the stadium، في النادي. بعد going to سوف بيجي الفعل في المصدر، يبقى نشيل الإضافة، يبقى going to watch. can you see these birds on the tree over there، هل تستطيع أن ترى هذه الطيور أو أولئك بقى الطيور اللي موجودين هناك على الشجرة. واضح إن الطيور جمع بعيد، تمام كده. ففي الحالة دي أقول أولئك للجمع البعيد، اللي هي بدل زيس أخليها زوس. أولئك للجمع البعيد. Number four، this dress، الفستان ده is the smartest one I have ever bought. الفستان دوت أشيك فستان أنا اشتريته على الإطلاق يعني. طب ever bought يعني بكده بقارن بإيه، I have ever bought، بقارن الفستان بمجموعة الفساتين اللي أنا اشتريتها قبل كده. يبقى اقول الاشيك، يبقى اقول ذا سمارتست، يعني هنا صيغه تفضيل عليا. ذا سمارتست الاشيك. رايت ا باراجراف، اكتب فقره انشائيه عن هاو تو بي سيف اونلاين، كيف تبقى امنا عبر الانترنت. تعالوا نشوف كتبنا ايه. It is very important، من المهم جدا to use the internet، ان احنا نستخدم الانترنت. But we should be careful، لكن ينبغي ان احنا نكون حريصين. When we use it، لما نستخدمه. You should follow some rules، ينبغي أن تتبع بعض القواعد. And advice، والنصائح. Keep your password secret، حافظ على كلمة مرورك سرية. Don't tell anyone، ما تخبرش أي شخص about it بيها. Don't make friends، ما تكونش صداقات with people، مع الناس you don't know، اللي ما تعرفهمش. Don't tell people، لا تخبر الناس your personal information، بمعلوماتك الشخصية like telephone number، زي رقم التليفون، birth date، تاريخ الميلاد، or address أو العنوان. don't answer phone calls، لا ترد على المكالمات الهاتفية، or video calls أو مكالمات الفيديو، from anyone، من أي شخص you don't know، أنت ما تعرفوش. if you worried، لو أنت الآن about something، من شيء، tell your parents or teachers، أخبر والديك أو مدرسينك. ممكن تزود كم جملة من عندك على الباراجراف دوت عشان توصل لإيه، لتسعين كلمة. تاني محافظة معانا النهاردة شرقية جبرنريت، محافظة الشرقية. الكلام ده بردك في نفس الصفحة 61 صفحة 61. أول سؤال listening، استماع، نسمع نص الاستماع. Omar's friend invited him to his birthday party. He is going to have a party next month.
The party will be at a hotel. Omar bought a camera for his friend as a nice present. Omar is very excited. طيب أول سؤال بقول لك when is Omar going to a special occasion؟ إمتى عمر هيروح مناسبة خاصة؟ قال لك next month الشهر القادم. Where will the party be؟ هو الحفلة هتكون فين؟ At a hotel في فندق. يبقى عندنا هنا number C at a hotel. طيب زي ما طبعا ورد في الايه في الفقرة. What did Omar buy for the party؟ هو اشترى ايه للحفلة؟ اشترى a camera، اشترى كاميرا عشان يديها لصاحبه هدية. What will Omar give his cousin؟ هيدي ابن عمه ايه؟ A nice present، هدية لطيفة. A nice present، هدية لطيفة. Page 62 صفحة 62 complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. رامي تيلز هاني، رامي بيخبر هاني about his visit عن زيارته to uncle's farm لمزرعة عمه. فبيقول where did you go last Friday؟ هاني بيقول لرامي هو أنت رحت فين الجمعة الماضية؟ طبعا عرفنا من رأس السؤال إن هو زار مزرعة عمه. كمان هو أكد في الكلام دوت قال له how did you go to your uncle's farm؟ كيف ذهبت لمزرعة عمك؟ طيب بيقول له أنت رحت فين بقى الجمعة اللي فاتت؟ هيقول له أنا ذهبت لمزرعة عمي. I went to أنا ذهبت إلى my uncle's farm، ذهبت إلى مزرعة عمي. طيب how did you go to your uncle's farm؟ إزاي رحت؟ طيب مفيش كلام عن وسائل المواصلات، فمثلا يقول رحت بالسيارة بالأوتوبيس بالقطار مفيش مشكلة. مثلا يقول I went there by car، مثلا رحت هناك بالسيارة أو أي وسيلة مواصلات. طيب سأله سؤال كمان فقال له he grew، هو كان بيزرع lots of crops، كثير من المحاصيل on the farm في المزرعة. يبقى نقول له يعني هو كان بيزرع ايه؟ What did he grow؟ ماذا زرع؟ What did he grow؟ طيب زرع ايه؟ فقال زرع كثير من المحاصيل. سأله سؤال كمان فقال له I came back home in the evening، انا عدت في المساء. يبقى هو قال له ايه؟ متى ايه عدت للبيت يعني؟ ماشي انا I came back home in the evening، يبقى هيقول له when did you come back home. طيب قال له رجعت في المساء. Did you enjoy your day؟ استمتعت بيومك؟ هيقول ايه؟ Yes I did. ايوه استمتعت بيومي. Yes I did. السؤال جديد بجاوب Yes I did او No I didn't. Okay. Read the following. اقرأ التالي and answer the questions واجب على الأسئلة. Holidays الأجازات are good days أيام جيدة. A lot of people ناس كتيرة like to enjoy بتحب تستمتع their holidays بالأجازات بتاعتها. After achieving بعد تحقيق their work أو بعد إنجاز عملهم. Some people بعض الناس like going to parks بتحب تذهب للحدائق العامة or beaches أو الشواطئ. Others آخرين prefer visiting new places بيحبوا يزوروا أماكن جديدة. Last summer holiday الأجازة الصيفية الماضية Sam's family أسرة سامي went to هرجدة ذهبت للغردقة to spend their holiday عشان يقضوا الأجازة بتاعتهم. Sammy didn't have a car، سامي لم يكن لديه سيارة. So they took the bus عشان كده هم خدوا الأتوبيس to هرجدة للغردقة. When Sammy arrived in هرجدة لما وصل سامي الغردقة he went to stay with his friend كامل ذهب للإقامة مع صديقه كامل. But he was abroad لكنه كان خارج البلاد. هي دي عايدة على كامل صديقه كان خارج البلاد. So سامي عشان كده سامي stayed at a hotel أقام في فندق. The family enjoyed their time الأسرة استمتعت بوقتها in هرجدة في الغردقة. They played on the beautiful beach لعبوا على الشاطئ الجميل. They ate delicious fish أكلوا سمك لذيذ. They went back home عادوا للبيت after spending a fantastic week in هرجدة بعد قضاء أسبوع مدهش في الغردقة. طب أول سؤال بيقولك Sam's family أسرة سامي went to هرجدة by A ذهبوا بالA بالباص بالأوتوبيس. The underlined pronoun he refers to his بتشير لمين؟ لصديق سامي اللي هو كامل. The family stayed الأسرة أقامت in هرجدة أقامت في إيه في الغردقة أقامت في فندق at a hotel.
What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للفقرة هي الفقرة بتتكلم على الهوليديز الأجازات وعن ممكن نقول أكتر عن سامز هوليدي أجازة سامي. ممكن نكتب الفكرة الرئيسية سامز هوليدي، دي الفكرة الرئيسية للفقرة. طيب how did Sam's family enjoy their time in Hurghada؟ يعني ازاي استمتعوا بوقتهم في الغردقة؟ هنلاقي في السطر اللي قبل الاخير في الفقرة بيقول لك they played on the beach and on the beautiful beach، هم لعبوا على الشاطئ الجميل، they ate delicious fish واكلوا سمك لذيذ. يبقى دي اجابة number 5 السؤال الخامس. طب why do you think holidays، ليه بتعتقد ان الاجازات are important، مهمة in our life في حياتنا؟ طبعا عشان خاطر احنا فيها بناخد فترة راحة وبنستمتع بايه بحياتنا، يبقى هنقول مهمة في حياتنا to have a rest عشان ناخد فترة راحة and enjoy our life ونستمتع بحياتنا. الأجازة مهمة عشان ناخد فترة راحة ونستمتع بحياتنا. بعد كده عندنا بيج 63 صفحة 63 تشوز ذا كريكت انسر، اختار الإجابة الصحيحة. وين سارة جوت ذا فول ماركس، لما سارة حصلت على أعلى درجات إن إنجلش في اللغة الإنجليزية، شي واز كانت إيه؟ كانت فخورة، كانت براود. This email رسالة البريد الإلكتروني دي is in French باللغة الفرنسية، can you it for me please، ممكن تترجمها لي؟ يترجم يعني translate. If you get up late، لو انت استيقظت متأخرا، use a train، انت سوف تفقد القطار. قاعدة اف الشرطية الحالة الأولى بيجي بعد اف مضارع بسيط، الناحية التانية will والمصدر، يبقى you will miss، سوف تفقد أو يفوتك القطار. Mom needs to، ماما تحتاج أن eggs and milk before making omelette، محتاجة إنها تخفق يعني تقلب بسرعة البيض واللبن قبل ما تعمل عجة البيض أو الأومليت يعني. طب يخفق يعني بيض. سلمى her father when he gave her a new mobile، سلمى بنقول عانقت يعني حضنت باباها لما جاب لها تليفون محمول جديد. طيب عانقت أو حضنت باباها اللي هي إيه بقى؟ hugged. I don't like this tea، أنا مش عاجبني الشاي ده، because there is too a sugar in it، عشان فيه كمية سكر إيه كبيرة. طب sugar هنا لا يعد يعني اسم لا يعد، بيعمل معاملة المفرد. لما أقول بقى للذي لا يعد كتير جدا أقول too much، كمية كبيرة جدا من السكر. Our jewelry هي المجوهرات that women اللي النساء wear بترتديها around their necks حول رقابهم، دي القلادات او العقود، العقد اللي بيلبسوها حول رقبتهم، عقود او قلادات اسمها necklaces. I think اعتقد electric cars ان السيارات الكهربائية will help to pollution in the future، سوف تساعد على التقليل من التلوث في المستقبل. طب يقلل يعني reduce. Look at those clouds، انظر لهذه السحب. It ايه بقى؟ سوف تمطر. طب انا عندي اتنين هنا بمعنى سوف تمطر، will rain و is going to rain، اختار دي ولا اختار دي؟ قال لك لو كان مثلا انت ماشي كده بتقول مطره شكلها هيمطر قول اه will rain، لكن لو في دليل بقى وبيقول لك ده في سحب والمطره سوف تمطر، في الحاله دي تستخدم بقى going to، يبقى it is going to rain، سوف تمطر يعني عشان ده تنبؤ بدليل. Most children، معظم الاطفال are to video games، مدمنه ل يعني العاب الفيديو. طب مدمن يعني addicted. بعد كده سؤال correct، سؤال التصحيح. Do you know how play the guitar، هل تعرف كيف تعزف على الجيتار؟ تركيبة بقى ايه؟ know how و to المصدر، know how to play، كيف تعرف ان تعزف، يبقى هنا to play. طب doesn't came late again، ما تجيش متأخر تاني. طب انا كده بديك ايه؟ امر منفي، لا تفعل يعني، فلا تفعل اسمها don't، don't come late again، ما تجيش متأخر تاني، يبقى هنا ايه؟ هنفي بdon't، هديله أمر منفي. طب it's a brown nice wool jumper، ده بلوفر، عايزة أوصفه بقى، في تعدد صفات هنا. طب أدي اسم الشيء اللي أنا ايه؟ اللي أنا بوصفه، المفروض قبل الشيء بيجي المادة الخام وقبلها اللون وقبلهم الوصف، فهرتبهم بالطريقة دي. أول حاجة هتبقى it is a nice
ما تنساش تحط الكومز، الفصلات اللي ما بين تعدد الصفات دي لازم احط فصلات. طب نايس، ادي الوصف لطيف. اللون براون بني، والماده الخام وول صوف، يعني اتس ا ده بلوفر ماله لطيف ولونه بني ومصنوع من الصوف. طيب that birds are flying very high، الطيور دي بتطير عاليا جدا. طب الطيور جمع، ما ينفعش استخدم ذات اللي هي ذلك للمفرد البعيد، عايز استخدم يعني اولئك للجمع البعيد بقى عشان الطيور جمع، فبدل ذات اخليها زوس. زوس رايت. باراجراف، اكتب فقره انشائيه عن life in the future، الحياه في المستقبل. تعال نشوف كتبنا ايه. Life will be different in the future. الحياة هتكون مختلفة في المستقبل. In the future في المستقبل. I think أعتقد everything will work. كل شيء هيعمل with computers بالكمبيوترات. We will have tiny computers. هيكون عندنا كمبيوترات صغيرة جدا in our clothes في ملابسنا to keep us warm عشان تحافظ على دفئنا. In winter في الشتاء. And cool in summer وتجعلنا باردين، يعني الجو لطيف معانا في الصيف. At school في المدرسة. I think our life إن حياتنا، أعتقد إن حياتنا will be easier هتبقى أسهل. Computers الكمبيوترات will be our teachers هتكون المدرسين بتوعنا. But teacher will always be important in our life، لكن المدرس يعني سوف يكون دائما مهم في حياتنا طبعا. I think أعتقد we will live، أعتقد إن إحنا سوف نعيش at smart homes في منازل ذكية that depends on solar energy بتعتمد على الطاقة الشمسية. We will have electric cars، احنا هيبقى عندنا سيارات كهربائية that doesn't pollute the environment مش بتلوث البيئة. I think we will be able to travel، اعتقد ان احنا هنكون قادرين على السفر in rockets في صواريخ. Some people بعض الناس will live on other planets هيعيشوا على كواكب أخرى. I think life in the future، اعتقد ان الحياة في المستقبل will be very comfortable هتكون مريحة جدا. Technology will play a very important role in the future، والتكنولوجيا هتلعب دور مهم جدا في المستقبل. اخر حاجه معانا النهارده منوفيه جوفرنريت محافظه المنوفيه بيج 64 صفحه 64. اول سؤال listening استماع، نسمع نص الاستماع. Breakfast is my favorite meal. I usually have cakes with milk. My sister cooks breakfast on Fridays and Saturdays. I like to help my mother. I prefer to have beans and eggs for breakfast at the weekend. طيب أول سؤال بيقول لك What's the speaker's favorite meal؟ إيه الوجبة المفضلة عند المتحدث اللي قال النص دوت؟ هو بيفضل البريكفاست الفطور. What does the speaker المتحدث usually have with milk؟ بيتناول إيه عادة مع اللبن؟ قال بتناول كيكس. Who cooks breakfast؟ مين اللي بيطبخ طعام الإفطار on Fridays في أيام الجمعة and Saturdays وأيام السبت؟ قال أخته، my sister. السيستر. طب what does the speaker have for breakfast؟ يعني المتحدث بيتناول إيه على الفطار at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع؟ بيتناول beans and eggs، يعني بيتناول فول وبيض. Beans and eggs. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. سامي تيلز هاني، سامي بيخبر هاني about his visit عن زيارته to the museum للمتحف. بيقول له why are you going to Cairo tomorrow؟ هو أنت رايح ليه غدا القاهرة؟ طبعا عرفنا من رأس السؤال إن هو هيزور الإيه؟ المتحف. هيقول له مثلا to visit the museum أو the Egyptian museum، مفيش مشاكل the Egyptian. ميوزيه عشان هزور المتحف المصري. سأله سؤال فقال له I will be happy، هكون سعيد to come with me، هكون سعيد لو انت جيت معايا. يبقى هو هيقول له ايه بقى، هيطلب منه طلب، هقول له انا ممكن اجي معاك. Can I come with you؟ Can I come with you؟ اقدر اجي معاك. فقال له هبقى سعيد لو جيت معايا. بعد كده سأله سؤال فقال له we can go to the Egyptian museum، احنا ممكن نروح المتحف المصري by taxi، بالتاكسي. يبقى هو هيسأله على وسيلة المواصلات، كيف يمكننا الذهاب إلى هناك؟ how، استخدم الفعل المساعد اللي هنا بعد أداة الاستفهام. how can we go
there كيف يمكننا الذهاب إلى هناك؟ فقال لك بالإيه؟ بالتاكسي. What does the museum contain؟ طب المتحف بيحتوي على إيه؟ طبعا بيحتوي على أشياء قيمة valuable things، يبقى نقول it contains valuable things. ممكن أقول big statues and mummies مثلا، تماثيل كبيرة ومومياوات، مفيش مشاكل. هنا valuable things. طيب does it cost a lot of money؟ هل بيتكلف نقود كتيرة to get in the museum عشان تدخل المتحف؟ لا طبعا مش بيتكلف كتير، يبقى نقول no it doesn't. No it doesn't، لا مش هيتكلف فلوس كتيرة دخول المتحف. Read the following، اقرأ التالت and answer the questions، واجب عن الأسئلة. There are many fast food restaurants in my town. هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة في بلدتي أو في مدينتي. Lots of people، كثير من الناس eat fast food، بتتناول الوجبات السريعة. But I think، لكن أعتقد it is not healthy، إن هو مش طعام صحي. They eat this food because it's tasty، يعني هما بيتناولوا هذا الطعام لأنه لذيذ. But everybody، لكن الجميع can have، ممكن يتناول tasty meals، وجبات لذيذة at home، في المنزل. The only problem is that buying fresh products and cooking them takes much time and people prefer to spend time doing other activities. يعني بيقولك المشكلة الوحيدة هي ان شراء المنتجات الطازجة وطهيها بيستغرق الكثير من الوقت، فالناس بقى الناس بتفضل قضاء الوقت في القيام بأنشطة أخرى. Such as زي ايه بقى؟ Watching films، مشاهدة أفلام. Meeting friends، مقابلة الأصدقاء. Walking in parks، المشي في الحدائق العامة، etc. وما إلى ذلك. I also like to، أنا كمان بحب to do these activities، إن أنا أمارس الأنشطة دي. But I am very careful about my diet، لكن أنا حريص جدا بخصوص نظام الغذائي. Fresh fruit، الفاكهة الطازجة، and vegetables، والخضروات، will always give me energy for the day. يعني بتمنحني الفواكه والخضروات الطازجة دائما الطاقة طوال اليوم. أنا نكمل في الصفحة اللي بعدها. I like milk eggs، أنا بحب الحليب أو اللبن والبيض. Roasted chicken، والدجاج المشوي. And baked potatoes، والبطاطس المخبوزة في الفرن. Fried potatoes، البطاطس المقلية. Are nice، برضك لطيفة. But unhealthy، لكن غير صحية. Like all fried foods، يعني بيقول لك ان البطاطس المقلية دي جميلة بس هي غير صحية مثل جميع الأطعمة المقلية. My favorite meal، وجبتي المفضلة is fish، هي السمك. And for dessert، وبالنسبة بقى للتحلية I eat fruit، باكل فاكهة. But sometimes، لكن أحيانا I eat chocolate، باكل شوكولاتة. طب أول سؤال بيقول لك is an example of fast food، عايزين هنا وجبة من الوجبات دي نموذج للإيه؟ للوجبات السريعة أو الطعام السريع. طب الإج البيضة لأ، البيتزا ممكن بيتزا وجبة سريعة. فيش السمك لأ، ولا روستد الشيكن الفراخ المشوية لأ، هو البيتزا. طب the writer likes، الكاتب بيحب to eat، إن هو ياكل healthy food، طعام صحي. But he also likes eating، لكن كمان بيحب ياكل إيه؟ بيحب ياكل chocolate، شوكولاتة، زي ما قال في آخر إيه؟ سطر في الفقرة. People don't prefer، الناس مش بتفضل to spend time، انها تقضي وقت في الايه؟ في الكوكينج، في الطبخ. What is the main idea of the passage؟ ايه الفكرة الرئيسية للفقرة؟ الفقرة من اولها بتتكلم على الايه؟ على الفاست فود، الطعام السريع او الوجبات السريعة. هي دي الفكرة الايه؟ الرئيسية. طيب why do lots of people، ليه ناس كتيرة eat fast food، بتاكل طعام سريع؟ طبعا هو قالك في الفقرة، تعالوا نجيبها كده من الصفحة اللي قبلها. Because it is tasty، بسبب ان الاكل دوت ايه؟ لذيذ. دي اجابة number كده عندنا 5. عايز تزود كمان تقول and، يعني على رقم 5 دي وتزود وتقول and cooking، والطبخ takes much time، بياخد وقت طويل. And people prefer to spend time doing other activities، والناس بتفضل تعمل أنشطة أخرى، يعني ممكن تضيفها معاها.
يعني تقول because it is tasty عشان الوجبات السريعة دي لذيذة and cooking والطبخ بيستغرق وقت طويل فالناس بتفضل في الوقت دوت انها تمارس الأنشطة. ممكن دي تبقى إجابة نمبر 5 كلها. What food gives energy؟ الطعام اللي بيدي طاقة according to the writer، طبقا للكاتب. تعالوا نشوف بردك الصفحة اللي قبلها. هو هنا في آخر سطر في الصفحة قال لك fresh fruit الفاكهة الطازجة and vegetables والخضروات will always give me energy. يبقى احنا هنقول بقى ايه دول بقى؟ هي دي بقى الإجابة، هي fresh fruit and vegetables. يبقى دي الإجابة اللي هي في المربع دي، دي إجابة نمبر ايه؟ 6. السؤال السادس الكاتب بيقولك اللي بيديله طاقة الفريش فروت اند فيجيتابلز، الفاكهة الطازجة والخضروات. اوكي تشوز ذا كريكت انسر، اختار الإجابة الصحيحة. I like to use، انا بحب استخدم ماي ايه تو ليسن عشان استمع تو ميوزك، لموسيقى اون ماي موبايل فون على تليفوني المحمول. بحب استخدم ايه؟ السماعات بتاعت الرقص الخاصة بيه، سماعات الرقص اسمها هيد فونز، بسمع عليها موسيقى على تليفوني. هيد فونز يعني سماعات الرقص. طيب I don't like to waste time، ما بحبش اضيع وقت for the delivery، في انتظار خدمة التوصيل. يبقى هنقول هنا هنقول ايه بقى؟ waiting for the delivery، في انتظار خدمة التوصيل. طيب waste time waiting. اوكي طيب when the man pulled the A، لما الرجل سحب A the machine started to work. طيب لما الرجل سحب او شد الايه المقبض فهو راحت الآلة شغالة. طب مقبض أو رافعة اللي هو الليفر. بوت ذا إجز، ضع البيض إن ذا بول في السلطانية أند بيت ذيم وأخفقهم وذ إيه؟ أخفقهم بالملعقة اللي هي سبون. There were of important and normal people Egyptian people in the museum. طيب عايزين نقول كان يوجد صور للوجه لناس مهمين وناس عادية مصرية في المتحف. طب الصورة بتاعت الوجه اسمها بورتريت، صور للوجه يبقى ايه؟ بورتريت، صور مرسومة للوجه. This snake، الثعبان ده is a not spotted، الثعبان ده مش منقط، الثعبان ده مخطط او مقلم اللي هي ايه؟ striped. I got up late، انا استيقظت متاخرا because my alarm clock، عشان المنبه بتاعي didn't this morning، ما رنش هذا الصباح، لم يرن، اسمها didn't go off يرن. I can see some dark clouds، استطيع ان ارى بعض السحب المظلمه. I think it، اعتقد انها تمطر، ولسه قايلين زيها يبقى نقول it is going to rain، يعني تنبؤ بدليل سوف تمطر. This jacket، الجاكيت ده is not formal، مش رسمي. It's a، ده بقى عايزين نقول ده جاكيت casual او مش حاجة رسمية، ده حاجة عادية يعني ممكن نلبسها في أي وقت، حاجة casual، شيء casual أو واسع أو عصري، يعني لبس عصري. آخر بيج معانا 66 صفحة 66. If I go to the shops، لو أنا ذهبت للمحلات on Saturday في يوم السبت، I some new headphones، سوف أشتري بعض سماعات الرأس الجديدة. If الحالة الأولى بيبعدها مضارع بسيط والناحية التانية will والمصدر، يبقى I will buy، سوف أشتري. سؤال الكوريكت، سؤال التصحيح. When she is playing netball، يعني لما بتلعب كرة الشبكة، she drinks a fewer water، بتشرب القليل من الماء. طيب الماء لا يعد، عايز اقول قليل للحاجة اللي ما بتتعدش، ما اقولش a few، اقول a little، a little water. I know how sew costumes، انا بعرف ازاي اخيط الملابس الخاصة بمناسبة، اسمها know how، بيجي بعدها to المصدر، يبقى to sew، بعرف ازاي اخيط. He will feel tired، هو سوف يشعر بالتعب. If he didn't sleep well، لو هو ما نامش بشكل جيد. طبعا عندي هنا if، الحالة الشرطية الأولى بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية will والمصدر. طب مع he وشو it في المضارع البسيط عايزة أنفي، أقول إيه؟ doesn't، doesn't sleep well، ما نامش بشكل جيد، يعني هو سوف يشعر بالتعب لو ما نامش بشكل جيد. I want a orange green amazing cotton dress، انا عايزه بقى فستان وهوصفه كذا وصف بقى. احنا عارفين ان احنا لما يكون عندنا اسم الشيء بنجيب قبليه الماده الخام وقبلهم اللون وقبلهم الوصف.
طيب هنرتب بقى الصفات دي، هنجيب بقى ايه من هنا بقى، I want an، عايزة بقى an بقى، I want an amazing، اوصفه بقى مذهل. بعد كده متنسوش تحطوا الكومز الفصلات اللي ما بين الصفات واللون green. اخر حاجة بقى في الوصف بتبقى المادة الخام قطن. يبقى انا عايزة فستان مذهل لون اخضر ومصنوع من القطن. Write an email، اكتب رسالة بريد الكتروني of about 90 words من حوالي 90 كلمة to your friend علي، لصديقك علي. To tell him about، عشان تخبره عن بعد about موضوع الايميل. The job you would like to do in the future، الوظيفة اللي انت عايز تقوم بها في المستقبل. Your email address، عنوان بريدك الالكتروني isom@gmail.com. Your friend's email address وعنوان صديقك الالكتروني ali@gmail.com. في ثلاث حاجات اساسية عندنا هنا، from يعني من، تو الى، وسبجكت الموضوع. ممكن يبدل لك، ممكن يجيب لك تو الاول بعدين فروم، بس خلي بالك بقى لما تيجي فروم من تكتب ايه الايميل بتاعك انت. ادي الايميل عنوان البريد الالكتروني بتاعه اهو، دي اول حاجه هكتبها عصام@gmail.com، هنكتبها هنا. طب تو انا بعت لمين؟ ادي الايميل بتاع صديقي عنوانه الالكتروني، يبقى تو ali@gmail.com، هنكتبه هنا. سبجكت الموضوع بعد كلمه about زي ما اتفقنا هنا. The job you would like to do in the future، هتقول the job I، بدل you خليها I بس، I would like to do in the future، الوظيفة اللي عايز أقوم بها في المستقبل. بنبدأ أي إيميل بدير عزيزي، واسم اللي أنا باعت له، هو أنا باعت لمين صديقي اسمه إيه أهو، your friend Ali، يبقى دير Ali، صديقي Ali، وحاطط لك كوما فاصلة على السطر. في مقدمة how are you، كيف حالك، and your family، وكيف حال أسرتك. بعد كده بقى ايه، اقول له I'd like to tell you الموضوع، يعني هتقول الموضوع مثلا انت عايز تبقى مثلا دكتور، تيتشر، اي وظيفه انت عايز تمتهنها في المستقبل. بعد كده بتمضي بقى في الاخر see you soon، بتكتب الموضوع اللي انت عايزه بقى، انت عايز تشتغل ايه في المستقبل يعني وليه وكده. اوكي see you soon دي الخاتمه، see you soon، اراك قريبا. وبمضي بقى اسمي ايه بقى، yours، انا اسمي هنا في الايميل قال لك your name is ايه، قال لك اسمك عصام، تمام، يبقى yours عصام. ده ايه شكل الايميل، بس انت الموضوع بقى اكتبه عن اي وظيفه، وهتلاقي انا عامله باراجرافات كتير عن الوظائف. اوكي خلصنا سيشن النهارده، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.